أزمة مايونيز اللي كريم عم تتفاعل، وهيدا اللي قالته سما المصري. كتبت الممثلة المصرية نيلي كريم تعليق عبر حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، سخرت فيه من الهجوم يلي تلقته من البعض بسبب ظهورها بالمايو على شط البحر، فاستغرب بعض الأشخاص نشر هيدي الصورة بحجة إنه ما تعودوا يشوفوها بصور بهالجرأة من قبل. وعلقت نيلي على هالهجوم وقالت يلي فهمته إنه كل الناس يلي بالمايو على البحر رح يروحوا على نار جهنم. من جهتها طلبت الفنانة المصرية سما المصري من الممثلة نيلي كريم تنشر صور أكثر هي ولبس المايو، وكتبت سما: بالنسبة لنيلي حرية شخصية، بالنسبة لسما المصري قلة أدب وسفالة. طبعا لو سما المصري هي اللي كانت لابسة هالمايو ومنزلة صورة مثل هالصورة كان انعمل عليها حفلة انتقادات. وختمت: بحبك يا نيلي، قمر ومش مبين عليك العمر، والمايو بجنن، الله يحميكي وتضلك تمتعينا بالمايوهات الحلوة، وأنا رح أروح أشتري مايو مثله بالضبط. لتعرفوا كل اخبار النجوم يلي بتحبون زوروا موقعنا الفن.com، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على تشانل الفن على يوتيوب، واعطونا رايكم بهالخبر عبر الكومنت سكشن الموجوده اسفل الفيديو.